هنتكلم دلوقتي عن الفاسكولار تيومرز. الفاسكولار تيومرز لما نيجي نقسمهم هي التقسيم فيه عليها خلاف، هو بس في نقطة صغيرة ان التيومرز كتشابتر هو مش موجود في الكريكلم بتاع سمستر 3، بس الفاسكولار تيومرز ممكن ناس بقى تعتبره تبع الفاسكولار فممكن يجي منه يعني، بس هو مكتوب هنا في كتاب الدكتور احمد كامل تبع الفاسكولار فهنقوله دلوقتي. الفاسكولار تيومرز في خلاف على التقسيمة بتاعتها، يعني تقسيمة ال بي 9 و ال لوكلي مالجننت و ال اجريسيف و ال مش اجريسيف في خلاف عليها، فانا هخش على طول في الانتز مش هنتكلم في التقسيمة اللي في الاول. اول حاجة عندنا البايجينيك جرانيلوما. البايجينيك جرانيلوما ايه المميز فيها؟ المميز فيها اول حاجة ان اسمها غلط، هي ولا بايجينيك، هي مش انفكشن ولا جرانيلوما، مفيهاش جرانيلوما اصلا. البايجينيك جرانيلوما ده عبارة عن الشابتر اللي احنا فيه ده فاسكولار تيومر، ده بي 9 فاسكولار تيومر. ايه اللي بيحصل فيه؟ بيجي بعد ماينر تروما عادة بيحصل رياكتيف نيوفاسكولاريزيشن، في بلاد فاسز جديدة بتتكون فبالتالي البلاد فاسز بتزيد، ممكن تيجي بعد تروما ماينر تروما أو تيجي لوحدها. شكلها عامل ازاي؟ الشكل الكلاسيك بيجي في العيادة، يجي طفل عنده على ايده حتة محمرة كده، ليجن محمر، ودي كيس ان هو كل لما يلمسه أو يتخبط فيه ينزل دم كتير قوي. فالبيشنت بيجي ببابيول ممكن تبقى سوليتري عادة، جروز رابيدلي بتكبر بسرعة، تتميز ان هي فرايبل يعني بسهولة جدا بتتقشر او تتخبط او تفتح، ولما تفتح فيها بروفيوز بليدنج بتنزف كتير. الحاجه التانية المميزه ان فيها كولرات اوف سكيلز، يعني دي من ضمن الحاجات اللي فيها كلمه كولرات اوف سكيلز. كولرات اوف سكيلز قبل كده جت طبعا الاكزامبل المشهور في البتريازي الروزية، لكن برضو ممكن تيجي هنا كولرات اوف سكيلز او كولرات اوف اكانثوتيك ابيدرمس، موجوده فين؟ في ال باجينيك جرانيلوما. هتلاقي باجينيك جرانيلوما حوالين البيز بتاعها كده داير ما يدور في سكيلز، فبنسميها كولرات اوف سكيلز. السايت فيه احنا لسه قايلين هو بيجي طفل صغير على صباعه، فالفينجرز او دي من الاماكن الكومن جدا، اللبس ممكن، الجينجيف من الاماكن الكومن بالذات مع بريجنسي. بريجنسي بيسموها جرانيلوما جرافيدارم وبتيجي اكتر في الجينجيف. يبقى لحد دلوقتي قلنا باجينيك جرانيلوما ان هو ميس نومر، هي ولا باجينيك ولا جرانيلوما، ده رياكتيف نيوفاسكولاريزيشن ممكن يحصل بعد ماينر تروما ممكن لوحده، بيجي بشكل ايه؟ بشكل رات بابيول بتكبر بسرعه، فرايبل بتنزف بسهوله بتنزف كتير، في كولرات اوف اكانثوتيك ايبيدرمس يعني كولرات اوف سكيلز، ما ننساش الاماكن الكومن اللبس بالذات والجينجيفا، بالذات الجينجيفا مع البريجنسي اللي هي جرينوما جرافيدارم، وممكن تيجي كمان في الفينجرز، دي من الاماكن الكومن جدا. الشكل بتاع ايه؟ لما تاخد بايوبسي هلاقي فيها بروليفريشن في السمول كابيلاريز، لان في نيو فاسل فورميشن. الديفرنشال دايجنوز في كذا حاجه، بس انا اتنين ديفرنشال يهمني نفتكرهم قوي، الباسيلري انجيوماتوز والسبيتس نيفس. ليه مهم نفتكرهم؟ لان لما يجي سيره الامراض دي شخصيا، لما يجي سيره الباسيلري انجيوماتوز او السبيتس نيفس غالبا مش هنبقى عارفين شكلهم عامل ازاي اصلا، فالحاجه الوحيده اللي هتكون كلول شكلهم ان انا افتكر ان هما كانوا ديفرنشال للبايجينيك جرانيلوما، فساعتها هفتكر ان هما شبه البايجينيك جرانيلوما. بمعنى ايه؟ السبيتس نيفس لما نيجي نتكلم في حته التيومرز والنيفاي هنقول انواع نيفاي كتير جدا، لما تيجي على سبيتس نيفس هيبقى كلو بتاعها ان هي كانت ديفرنشال للبايجينيك جرانيلوما، فانا هستنتج من الكلمه دي ان السبيتس نيفس لونها احمر وان السبيتس نيفس بتيجي في الاطفال، فعشان كده هتخش ديفرنشال للبايجينيك جرانيلوما. لما اجي على باسيلري انجيوماتوزس في الاتش اي في هقول ساعتها هو بيجي في الاتش اي في وان الديفرنشال بتاعه كان بايجينيك جرانيلوما، فهستنتج من كده ان هما بيبقى رات بابيولز او نوديولز، فعشان كده كان ديفرنشال للبايجينيك جرانيلوما. المهم نفتكر ان باسيلري انجيوماتوز والسبيتس نيفس دول ديفرنشال للبايجينيك جرانيلوما، يعني دي ليجنز لونها احمر وشكلها بابيولز او نوديولز. طب ايه البروجنوز بتاع البايجينيك جرانيلوما؟ ممكن تحسن لوحدها او ممكن نحتاج نشيلها، ونعالجها ازاي؟ ممكن بقى نعمل اكسجين سواء سيرجيكال سواء بالكترو ممكن بكرايو، ليها كذا طريقه مفيش فيها مشكله خالص يعني، ممكن طبعا ليزر باس داي. دي البايجينيك جرانيلوما. عندنا ايه تاني بعدها؟ عندنا تشيري انجيوما. التشيري انجيوما او الكامبل دي مورجن سبوتس دي كومن جدا بناين، بتشوفها في السن الاكبر، عباره عن ايه؟ انت بتشوف ليجنز بابيولز كده دوم شيبت وبرايت ريد، اللي يشوفها مره مش هينساها ابدا، هي بتبقى زي نقطه حمراء زي حبايه كده حمراء صغيره موجوده على الجسم، بتشوفها بتعرف ان دي حاجه فاسكولار، تلاقي موجود منها في الجسم كذا واحده بناين، وجودها حتى لو كتير ما ملوش علاقه قوي، يعني مفيش حاجه تدل ان في مشكله، يعني في حاجات لما بتكتر بنقول مثلا ده ماركر اوف مالجنسي او حاجه. هنا في الشري انجيوما لا، هي كومن يبقى عددها كبير، يعني هو حتى مكتوب اوفتن ان لارج نمبرز، فوجود اللارج نمبر دي حاجه ما تخضش، لان ساعات ناس لما تشوفها تتخض تقول لحسن يكون اللارج نمبر ده ليه معنى، زي مثلا ما كان السيبوريك كراتوز وجود لارج نمبر بيقول لك ان ده ماركر اوف مالجنسي، ففي الشري انجيوما هل ده ماركر؟ لا، حتى الان يعني هو هي اصلا موجوده ان لارج نمبر، فدي حاجه طبيعيه مفيش منها مشكله، تيجي في السن الكبير مفيش منها قلق في حاجه، ري اشور ذا بيشنت
عايز يشيلها تشيلها بقى، تشيلها الكترو، تشيلها ليزر، ايا كان، ده حاجه كوزماتيك بس هي مفيش منها مشكله خالص. بعد كده في طفط الانجيوما. الطفط الانجيوما نعرفها ازاي؟ بتبقى موتلد ريد باتشز. انا هشوف حاجه شبك لها فاسكلر بس باتش لانها موتلد كده منقطه، فهشك ان هي طفط الانجيوما. اخد بايوبسي اشوف حاجه اسمها كانون بول باترن. يبقى انا طفط الانجيوما حرفها انها موتلد ريد باتش، خدت بايوبسي لقيت حاجه اسمها كانون بول باترن. مش عايزين اكتر من كده في طفط الانجيوما. نيجي بعد كده للكابوسي ساركوما. قبل ما نتكلم عن الكابوسي ساركوما عايزين نفتكر ان كلمة كابوسي بتيجي 3 مرات أساسية عندنا في المنهج. أول مرة مقصود بكلمة كابوسي اللي هي كابوسي ساركوما اللي هنتكلم عليها. تاني حاجة السودو كابوسي أو الأكرو أنجيودرماتيتس أوف مالي اللي هتيجي بعد الكابوسي ساركوما على طول دلوقتي. تالت حاجة الكابوسي فاريسيليفورم إيروبشن اللي هو كان نوع من الهربس سيمبلكس ديسيمينيتد، دي فعلا عندهم أتوبيك درماتيتس ودارير وهيلي هيلي والكلام ده. المهم ناخد بالنا لان جت قبل كده سؤال في الامتحان وقلنا الحكايه دي قبل كده، قال discuss كابوسي variciliform eruption. فاللي مش واخد باله راح كتب الكابوسي ساركوما. لا هي مش اي كابوسي يبقى دي، يعني الكابوسي ممكن تبقى كابوسي ساركوما اللي هنتكلم عليها اللي هي تيومر، ممكن تبقى سودو كابوسي اللي هي اكرو انجيودرماتيتس اوف مالي، او ممكن تبقى كابوسي variciliform eruption اللي هو اكزيما هيرباتيكم اللي هو كان نوع من الهربس زوستر بيجي في عين الاتوبيك درماتيتس مالي. الكابوسي ساركوما ده ايه؟ ده فاسكولار نيوبلازم، ده اشهر فاسكولار نيوبلازم ممكن يعتبر. كابوس ساركوما له علاقه بهيومن هيربس فيروس تايب 8. هيومن هيربس لما تيجي نذاكر في الفيرال انفكشنز هتلاقي كل نوع ليه علاقه بحاجه. تايب 8 كان اهم حاجه فيه بيعملها هي الكابوس ساركوما، حتى هو اسمه الكابوس ساركوما تايب لان هو اكتر واحد علاقه بالكابوس ساركوما، هيومن هيربس فيروس تايب 8. كابوس ساركوما في منها 4 انواع. اول نوع كلاسيك، ممكن تبقى ايبيداميك انداميك او ياتروجينيك. الكلاسيك اللي هو الشكل الطبيعي اللي كلنا هنشوفه اللي عبارة عن ايه؟ violaceous red papules او nodules، هتيجي اكتر على lower limbs، ممكن تبدأ الاول patch بعد كده تكبر تعمل papule وبعدين nodule. في حاجات ممكن يحصلها regression فانت ممكن تشوف lesions في multiple او different stages، مش كلهم ماشيين مع بعض، حاجة بتكبر وحاجة بتصغر، الدنيا بتتغير. بيجي اكتر في ال elderly اكتر على lower limbs. هو الحقيقة شكله مش tumor او ما يخضش، يعني انت لما تبص على الصور بتاعته هتلاقيه مجرد ايه؟ violaceous papule بليك باتش بتاع كده جايه في اللور ليمز اكتر. فلو اشوف المفروض احط في الديفرنشال بتاعي كابوس ساركوما زي ما قلنا بيجي اكتر في الالدرلي، ممكن يكون موجود في ديفرنت ستيجز. طب هل ليه لوكال كومبليكيشنز؟ ممكن يعمل لوكال كومبليكيشنز لكن الاكسترا كوتينيوس انفلوجن بيبقى ضعيف جدا، وحتى لو حصل مش حاجه بتموت، فحتى مش ده اللي بيموت البيشنت. ده في مين؟ في كلاسيك كابوس ساركوما. في عندنا انديميك. انديميك يعني حاجه متوطنه، فيبقى هي موجوده في بلد معين. موجوده فين؟ في الافريكان. يبقى الانديميك اللي هو النوع بيجي في الافريكان ده في منه تايبس كتير، ممكن يبقى بناين نودلر يعني شبه كلاسيك عادي مفيش منه مشكله. في اجريسيف، في فلوريد، في ليمفادينوباثيك. اللي نفتكره بس ان نوع الليمفادينوباثيك ده بيجي في الاطفال وده فيتل، فعكس كلاسيك احنا قلنا كلاسيك كان جاي في ناس كبيره وكانوا بيعيشوا عادي مش بيموتوا، انما النوع الليمفادينوباثيك بتاع الانديميك افريكان ده بيجي في الاطفال وكمان فيتل، فده عكس النوع كلاسيك تماما. بعد كده في عندنا الابيداميك. الابيداميك ده اللي هو هيجي فين؟ ده هيجي في ناس عندهم اتش اي في، فالكابوسي من ضمن الحاجات اللي بتيجي في الاتش اي في. طب بيفرق ايه في عين الاتش اي في عن الشكل الكلاسيك العادي؟ احنا قلنا كلاسيك كان بابيولز ونوديولز جاي اكتر في اللور ليمبس مش بتموت العيان. الشكل اللي هو الابيداميك اللي جاي في الاتش اي في لا، ده جاي في الابر بارت اوف ذا بودي، بالذات في الميد فيس، بالذات في النوز، بالذات في الجنجيفا. يبقى دي اهم اماكن، ميد فيس ونوز وجنجيفا، في الوش بالذات على المناخير وعند الجنجيفا، فجاي في الابر بارت. لما يجي كمان على ترانك بيجي في شكل كريسمس تري باترن عامل زي بتريز روزية كده مع اللاينز اوف كليفج، وكمان في كومنلي انترنال انفولفمنت. يبقى انت هنا عكس الكلاسيك تماما، الكلاسيك جاي في اللور ليمبس وما فيهوش انترنال انفولفمنت تقريبا، الاتش اي في جاي في الاب في الابر بارت اوف ذا بودي بالذات الميد فيس نوز وجنجيفا كان في معاه انترنال انفولفمنت، ولما يجي على ترانك بيعمل كريسمس تري باترن. في بعد كده النوع الياتروجينيك. الياتروجينيك يتميز بايه؟ ان هو بيجي اكتر في الناس اللي بياخدوا اميون سبريسيف، بالذات حاجه زي السايكلوسبور مع الاورجن ترانسبلانتيشن. ومميز فيه جدا انت لما توقف الدواء اللي عامل كده او الامين سبريسيف ممكن ليجنز تريجريس، يعني هو السايكلوسبور اللي عامل كده وقفت السايكلوسبور ممكن انه يتحسن بعدها. بعد كده عندي 4 انواع في الكابوسي. اول نوع كلاسيك اللي هو كان بابيولز ونوديول، بيبدا الاول باتش بعدين بابيول بعدين نوديول، ممكن يجي في اللور ليمز اكتر، اكتر في الالدرلي فايليشيس او اريثيماتوس او راديش يعني، ويبقى في ديفرنت ستيجز من ليجن. الانترنال انفولفمنت بتاعه اي كلام فما بيموتش قوي. الحاجه التانية كان الانديميك اللي هو الافريكان. الانديميك او الافريكان في منه انواع كتير، نفتكر ان في نوع ليمفادينوباثيك ده بيجي في الاطفال وده فيتال، فده عكس الانواع التانية.
وفي نوع فلوريد ونوع اجريسيف ونوع بناين نودل اللي هو شبه الكلاسيك كابوسي. بعد كده في الابيداميك اللي هو بتاع الايدز، ده جاي في الناس اللي عندهم اتش اي في اللي هم اكتر كمان في الهوموسيكشوال بتاع الايدز، عكس الكلاسيك تماما، يعني جاي في الابر بارت اوف ذا بودي مش في اللور بارت، جاي في الميد فيس والنوز والجينجفا اكتر، انترنال انفولفمنت كومن، ولو جه على ترانك بيبقى مع لاينز اوف كليفج فيعمل كريسمس تري باترن. النوع الاتروجينيك بيجي اكتر في الناس اورجن ترانسبلانتيشن، حاجه زي السايكلوسبورين، خلي بالك لما توقف الدواء هتلاقي البيشنت هيتحسن. الهيستوباثولوجي بيعتمد على الستيج، بس مين هو بيبدا الاول في شكل انت عندك فيه بس ازاي ده بلوت، بس دي بشوفها في شكل سليت باترن الاول، بعد السليت باترن ده تبتدي تزيد اكتر وتبتدي بلوت باسل تبقى فورمد جوه بلوت باسلز اللي موجوده، فلما نيو بلوت باسل يبقى داخل جوه بلوت باسل اللي موجود دي حاجه اسمها برومونتري ساين، ودي حاجه كاركترستيك. يبقى انا عندي سليت لايك سبيسز في برومونتري ساين، كل ما الليجن بيكبر كل ما تبقى بلوت باسلز تبقى اوسع تبقى ثيكر وتبقى اكتر. طب ايه الانفستيجيشنز اللي عاملها لو انت شاك ان هو اتش اي في؟ اعمل له اتش اي في. لو انت شاك ان هو كابوس وعايز تتاكد يعني، وكان دي حاجه مش هتعمل روتين طبعا، هشوف الهيومن هيروس فيروس تايب 8 لان ده النوع اللي علاقه بالكابوسي ساركوما. البروجنوز اخباره ايه؟ زي ما قلنا كلاسيك ده بروجريشن سلولي فعلا مش هيموت منه، الافريكان في حاجات بتموت بالذات بتاع تشيلدرن ده فيتال، الايدز ممكن يموت، هو مش هيموت من الكابوسي، هيموت من مشاكل الايدز اللي هتجيله. ياتروجينيك لو وقفت الدواء زي ما قلنا بالعكس ده ممكن يتحسن الموضوع. التريتمنت على حسب التايب، لو كان البيشنت عنده ايدز عالج الايدز اللي موجود، لو كان ياتروجينيك وقف الدواء، لو كان الشكل الكلاسيك العادي ممكن ادي راديو ثيرابي، لو كان حاجه سيفير او في اورجان انفولف ممكن ادي سيستميك كيمو ثيرابي او سيستميك ثيرابيست تاني. ده كده الكابوسي. بعد كده في السودو كابوس ساركوما اللي هو اسمها تاني اكرو انجيو درماتيتس اوف مالي، باين من اسمها اكرو يعني جايه اكر، جايه في الاطراف، هي جايه في اللور ليمب اكتر، انجيو لها علاقه بمشاكل انجيو لانه اصلا شايفها شكلها زي الكابوسي عشان قلت عليها انجيو، درماتيتس لان هي فيها اكزيماتس ليجن. عباره عن ايه؟ عباره عن بيحصل فاسكولار هايبر بلاستيك كونديشن، البلود فيسلز بتزيد عشان كده قلت عليها انجيو، بتزيد في الاطراف عشان كده هي اكرو، بتزيد مع حاجات بتعمل حاجات زي الاكزيما، زي مثلا عنده كرونيك فينس هايبر تنشن، لو عنده فينس تيز، الحاجات دي كلها بتزود الليجنز وشكلها بقى اكزيماتس واسميها اكرو انجيو درماتيتس اوف مالي. بتيجي زي ما قلنا مع كرونيك فينس هايبر تنشن، ممكن تيجي في ليمب لو كان في امبيوتيشن او بارالايزد، او ياتروجينيك لو ارتيريو فينس شنت جاي اكتر في اللور ليمب. عندي بربريك ماكيولز هتعمل بعد كده بليكس، فكده هي شبه جدا مين؟ شبه الستيز درماتيتس والبيجمنتد بربريك درماتوز زي الشامبرج ديزيز، ما كلهم كان فيهم البربريك ماكيولز وكلهم كانوا جايين على اللور ليمب فمتشابهين مع بعض. هتاخد بايوبسي هل هتلاقي فيها سبيندل سيلز؟ لا. ليه ما فيهاش سبيندل سيلز؟ لانها مش زي الكابوسي، الكابوسي كان فيها سبيندل سيل بروليفريشن، هنا مفيش سبيندل سيلز خالص. والتريتمنت مفيش حاجه معانا، بس هاي طبعا الاندرلاين كونديشن، وهنا عامل كومباريزن بين الكابوسي والسودو كابوسي. ناخد بالنا ان في الكابوسي ساركوما كان في نيو فاسل فورميشن، ده احنا قلنا حتى حاجه اسمها برومونتري ساين، نيو فاسل داخل جوه الاولد فاسل، في سودو كابوسي لا ده مجرد هايبر بليزيا في البري اكزيستنج بلاد فاسل، انت عندك اندرلاين كونديشن عملت الاريتيشن ده. في الكابوسي ساركوما كان الفاسكولار بروليفريشن باك تو باك، الحاجات ملزقه ببعض كتير، في سودو كابوسي هي مجرد حاجات سيبريتد كده بسيطه لان الموضوع ما ياخدش. في عندنا بعد كده تيومر تاني اسمه انجيو ساركوما، الانجيو ساركوما ده واحد من الاجريسيف تيومرز، وده تيومر انكومن. انجيو ساركوما في منه 3 انواع، في النوع بتاع الالدرلي اللي بيجي في الفيس السكالب والفيس ده بتاع الالدرلي، في نوع بيجي اكتر مع كرونيك ليمفيديما، واشهر حاجه الكرونيك ليمفيديما عند بريست كانسر في الناحيه الابسي لاترال، قلنا اكزامبل شبه ده واحنا بنتكلم من شويه على الليمفانجيوما سيركمسكريبتم، قلنا في حاجه نوع كده ممكن نقول عليه اكوايرد ليمفانجيوما سيركمسكريبتم، هيجي اكتر في العينه اللي عندها مشاكل ليمفاتيك زي عند البريست كانسر اللي واخده ريديو ثيرابي، عامله ليمفادينكتومي، عامله ماستكتومي، الحاجات دي كلها هي نفس الفكره، البيشنت اللي عندها ليمفاتيك مال فورميشن دي راح جالها الانجيو ساركوما اون توب الليمفاتيك مال فورميشن ده، فالانجيو ساركوما بتيجي اكتر مع كرونيك ليمفيديما بالذات في حالات الماستكتومي اسمها ليمفانجيو ساركوما، وممكن تيجي مع الراديو ثيرابي. مع 3 انواع، النوع بتاع الالدرلي في الفيس والسكالب، النوع اللي بيجي في الايد في ناحية اللي فيها ليمفيديما مع البراست كانسر مثلا عشان الليمفانجيو ساركوما، والنوع اللي بيجي مع الراديشن هو راديو درماتيتس بيجي اون توب فيها انجيو ساركوما. انجيو ساركوما ده very poor prognosis فبالتالي هي من حاجات الفيتل. مشكلة بقى الانجيو ساركوما في ايه؟ هقراها كده، هي حاجة رير فمش مش هنشوفها كتير، بس هي في حاجة نقطة مهمة بس كلينيكال الاول لازم ناخد بالنا منها، للانجيو ساركوما رغم انت لما تقرا الكلام كده هتحس ان هي حاجة فيتل وهيجيلك العلم مبهدل وعنده بقى ليجن كبير وحاجة باسلر وحاجة محترمة،
بالعكس ده المشكله، وحتى هي مكتوبه كده يعني في الكتاب نصا على الحته دي، يقول لك ان انجيوساركوما كلينيكال برزنتيشن بريزنت از ديسبتيفلي بناين ابيرنج بروز لايك باتش اون ذا سنترال فيس فورهيد اند سكالب اوف ذا elderly. تاني بيقول لك البرزنتيشن بتاعها عامل ازاي، ديسبتيفلي بناين ابيرنج بروز لايك باتش اون ذا فيس اوف elderly. يعني البيشنت في الاول بيجي لك واحد elderly، تبص عليه تشوف عنده بناين بروز لايك باتش، عنده مجرد زرقان كده في حته في وشه زي بروز موجوده، هتقول ده خبط اي كلام وتمشيه. هو في الحقيقه ممكن يكون بدايه انجيوساركوما، فدي نقطه مهمه اللي عايزين ناخد بالنا منها. الانجيوساركوما بتاعت الالدرلي بتبان ديسبتيفلي بناين ابيرنج بروز لايك باتش، نقطه مهمه جدا، لان البيشنت بتاعت البريست كانسر هتاخد بالك منها، ما هي جايه عندها بريست كانسر وعندها ليمفيديما وباين ان ايديها فيها ليمفيديما وطالع عليها حاجات بتكبر، فهتقول انجيوساركوما مش هتتلخبط. انها بتاعت الفيس في الالدرلي ممكن تبقى ايزلي ميست جدا، ليه؟ لان هي بروز لايك باتش شكلها بناين، فمحتاجين يبقى فيه اندكس اوف سسبشن عالي عشان تعرف تشخصه.